الإثر الحرائق التي اندلعت بالجهة الشمالية لولاية الشلف وتحديدا بغابة بوشغال وواد قوسين وبني حواء، المصلحة الولائية الشرطة القضائية وبالتنسيق مع نيابة محكمة تنس فتحت تحريات وأبحاث معمقة عن المتسببين في هذه الحرائق، والتي أسفرت وأفضت إلى توقيف 11 شخص مشتبها فيه تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 66 سنة عن قضية الحرق العمدي لأملاك غابية لأجل تحقيق مصالح اقتصادية أدت إلى المساس والاعتداء على أمن الدولة والاستيلاء على أملاك عمومية، وبموجب ملف إجراء جزائي أنجز في حق المشتبه فيهم أحيلوا أمام الجهة القضائية بتنس.